الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة أكيد فيها أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي، اللي إن شاء الله بإذن الله يرجع بكرة للتدريبات استعدادا لمباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال، والمقرر ليها بإذن الله يوم 22 نوفمبر الجاري. خلاص طبعا الفريق قفل تماما أي صفحة بتخص دوري أبطال أفريقيا، واللي خلاص دلوقتي بقت من الماضي، وهدفنا كلنا اكيد دلوقتي ان احنا نركز في البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، سواء في الدوري او الكاس او البطوله العربيه او دوري ابطال افريقيا اللي باذن الله هينطلق في النسخه القادمه منه في الشهر ده او في نهايه الشهر الحالي اللي احنا فيه. طبعا هنقول لكم كل الكواليس عن الفريق اللي فيه طبعا اكيد دلوقتي مشاورات كبيره جدا في الجهاز الفني عشان حسم القائمه الافريقيه الجديده، والمقرر ان يبعتها الفريق يوم الخميس اللي جاي باذن الله. طبعا في اخبار كتير ثانيه دلوقتي ان في اجتماعات مقرره يوم الخميس اللي جاي، واللي اكيد هيترأسها كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني لمناقشه التقارير اللي طلبها، وكمان اعاده هيكله قطاع الكوره كله في اجتهادات طبعا كتيره بتقول ان في صفقات كتير، لكن دي كلها اجتهادات لسه مش متاكدين منها، لكن خليكم برضو معانا عشان تعرفوا كل القرارات الرسميه باذن الله اللي هتطلع من الاجتماع يوم الخميس القادم. كمان هنتكلم عن المنتخب الوطني واللي بدا امبارح معسكره استعدادا لمواجهه تونس في تصفيات امم افريقيا 2019، واللي ان شاء الله باذن الله المباراه هتكون يوم الجمعه اللي جايه على ملعب برج العرب. اتحاد الكوره كمان النهارده اصدر بيان بشان طلب تاجيل مباراه الامارات الوديه، وقال في البيان ده اسباب التاجيل ان اسباب التاجيل هي اسباب فنيه ومش لاي اغراض ثانيه. اتحاد الكوره كمان وضح ان المنتخب بيواجه اربع معوقات فنيه بتتمثل في ارتباط عدد كبير جدا من المحترفين بالرجوع لانديتهم قبل يوم 21 الحالي، وعلى راسهم اكيد محمد صلاح، وكمان الاصابات اللي ضربت صفوف النادي الاهلي واللي طبعا بيرتبط بلقاء حاسم قصاد الوصل الامارات يوم 22 الحالي في كاس زايد للانديه الابطال، وكمان بيواجه المنتخب صعوبه في استدعاء اسماء جديده للمنتخب في ظل ارتباط مسبق للمنتخب الاولمبي المصري بلقاء برضه نظيره الجزائري يوم 19 نوفمبر الحالي. الاتحاد المصري كمان لكره القدم شدد على الاحترام العميق والتقدير البالغ اللي بيكنه وبيحمله تجاه الاتحاد الاماراتي لكره القدم، واللي كانت طبعا لوقفاته مع المنتخب الوطني المصري كتير جدا، وكان ليها طبعا أثر كبير في نفوذ جماهير الكرة المصرية. مؤكد اتحاد الكرة المصري ان قيمة المنتخب الاماراتي بتحتم على مصر خوض المباراة بكامل صفوفها، عشان كده طبعا اللي ما كانش ينفع ان هي تتعامل، وكان لازم يستجيبوا لطلب الجهاز الفني بتأجيل المباراة. هنتكلم طبعا في الكلام ده كله واكتر، وهيكون ضيفنا النهاردة استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. نروح سريعا لأهم العناوين. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للوصل الإماراتي. الجهاز الفني يقرر السفر للإمارات 20 نوفمبر الجاري. مشاورات في الجهاز الفني لحسم القائمة الإفريقية. السولية يغيب عن الأهلي 6 أسابيع. يوسف يجتمع بصالح جمعة قبل عودته للتدريبات الجماعية. المنتخب يواصل معسكره استعدادا لمواجهة تونس. وجائزة جديدة لمحمد صلاح في انجلترا. كالعادة هنبتدي بأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد من امبارح للنهاردة. الأخبار: الأهلي يرسل القائمة الأفريقية الجديدة بعد غد. الجمهورية: توابع زلزال رادس، الأهلي يعيد تشكيل لجنة الكرة. الأخبار المسائي: رياح التغيير تهب على الأهلي، تعديلات منتظرة في لجنة الكرة والجهاز الفني والقائمة الأفريقية، بداية التحدي. روز اليوسف: وبدأ التغيير، رسائل من بيبو للتصحيح وثورة ميركاتو الشتاء. الوطن: الخطيب يبدأ حملة تطهير في الأهلي. الوفد: الأهلي يبدأ ثورة التصحيح، البحث عن صفقات سوبر في الشتاء وإعادة هيكلة قطاع الكرة. المسا: كارتيرون يرحب بعودة صالح جمعة للفريق، المدير الفني ويوسف في اجتماعات متواصلة لإعلان القائمة الأفريقية الخميس.
الشروق كارتيروني يؤهل اللاعبين نفسيا بعد خسارة اللقب الإفريقي. يوسف: نعتذر للجماهير بسبب ضياع البطولة وسنعبر الأزمة سريعا، والأشعة تحسم مصير السلية. الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمونه في الوقت الحاسم. جول 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 جول. أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. ونروح سريعا معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنروح للشروق. الشروق قال ان بيبدا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي مرحله تاهيل للعيبه الفريق نفسيا بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي. هيعمل كارتيرون محاضره مهمه جدا مع اللعيبه قبل تمرين الفريق النهارده عشان يتاكد على انطلاق او ضروره اغلاق كمان ملف بطوله دوري ابطال افريقيا والتركيز في المباريات المقبله، بداية من مواجهة الوصل ضمن بطولة كاس زايد للأندية الأبطال واللي بتقام في الإمارات يوم 22 من نوفمبر الحالي. كمان بيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللعيبة لمواجهات البطولة العربية ومسابقة الدوري العام وكاس مصر. ومن جهته قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي، قال إن لعيبة النادي الأهلي قادرين إن هم يتخطوا المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها الفريق دلوقتي، وقال كمان ان النادي الاهلي نادي بطل. وقال كمان محمد يوسف في تصريحاته النهارده ان بنعتذر لجماهير النادي الاهلي على خساره اللقب الافريقي، واللي كان بيتمنى طبعا ان هو يرجع مره ثانيه لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد فتره غياب طويله. وكمان قال ان الجهاز الفني واللعيبه لم يبخلوا بأي جهد أو عرق لاستعادة اللقب، ولكن الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الفريق في المباراة النهائية والمتغيرات اللي حدثت بسبب الإصابات والإيقافات وبعض الأحداث اللي تعرضنا ليها في تونس أثرت سلبا على الأداء. وقال كمان محمد يوسف أن النادي الأهلي قادر أن هو يرجع مرة تانية بقوة ويتخطى المرحلة الحرجة دي، وأكد أن الفريق عنده العديد من الارتباطات اللي بينافس على لقبها زي الدوري والكاس والبطولة العربية. وكمان أكد محمد يوسف أن الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة اللي جاية على تجهيز اللعيبة نفسيا وفنيا عشان يتخطوا المرحلة دي. وكمان قال أن الموسم ده لازم نكمله بقوة من أجل المنافسة على البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. ده طبعا كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. دلوقتي نروح سريعا ونشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي. فيتو سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي للإمارات. الشروق خالد الدرندلي رئيس لبعثة الأهلي في رحلة الإمارات. اليوم السابع الأهلي يؤكد اقتراب أحمد فتحي وهشام محمد من اللحاق برحلة الإمارات. الوطن سبورت السولية يغيب 6 أسابيع عن النادي الأهلي. الأهلي دوت كوم الجهاز الفني للأهلي يستقر على قيد 23 لاعب في القائمة الأفريقية. المصري اليوم محمد يوسف يجتمع بصالح جمعة قبل انضمامه لتدريبات الأهلي. في الجول يوسف أزارو لم يلتقي أو لم يتلقى أي عروض للاحتراف لن نفرط فيه. الشروق معلول يعود للقاهرة للانضمام لتدريبات الأهلي. اليوم السابع الأهلي يكشف مدة غياب محمد هاني وهشام محمد عن التدريبات.
تعال نروح مع بعض سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي عن اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان الفريق هيرجع لاستئناف تدريباته صباح غد الاربع استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي المقرر ليها يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال. قال كمان ان النادي الاهلي بيخوض تمرينه غدا في غياب 12 لاعب دولي لانضمامهم للمنتخبين الاول والاولمبي بالاضافه لغياب الثنائي المغربي وليد ازارو والمالي سليف كوليبالي بسبب تواجدهم في معسكر منتخبي بلدهم استعدادا طبعا لتصفيات امم افريقيا في الكاميرون 2019. وقال كمان ان في جلسه بكره مع الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشه كافه الامور المتعلقه ببرنامج اعداد الفريق خلال توقف الدوري الحالي. موقع فيتو كمان قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد ان سمير عدلي المدير الاداري للفريق تقرر ان يسبق بعثه النادي الاهلي للامارات من اجل ترتيب كافه الامور المتعلقه باقامه البعثه وملاعب التدريب وغيرها من الامور التنظيميه استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي. وقال كمان ان كارتيرون المدير الفني للفريق حدد بشكل رسمي سفر البعثه يوم 20 نوفمبر الجاري للامارات استعدادا لمواجهه الوصل يوم 22 من الشهر نفسه في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال. موقع الشروق كمان قال ان مجلس اداره النادي الاهلي استقر على تكليف خالد الدرندلي امين الصندوق برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم في رحلته لدوله الامارات العربيه المتحده لمواجهه فريق الوصل الاماراتي. الجهاز الاداري لفريق الكره في النادي الاهلي بدا فعلا في استخراج تصريحات السفر للامارات ومن بينها جواز السفر الخاص بخالد الدرندلي. مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت وبنروح لليوم السابع اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان فرص لحاق احمد فتحي وهشام محمد بمباراه الوصل الاماراتي مقرر ليها يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال قويه. واكد ان الثنائي هيلحق برحله النادي الاهلي للامارات. كمان الوطن سبورت قال ان خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اكد ان عمرو السوليه لاعب الفريق عمل اشعه اثبتت اصابته بتمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل. وقال كمان ان اللاعب هيغيب عن التدريبات الجماعيه والمباريات لفتره بتمتد لست اسابيع هيقوم خلالها بتنفيذ برنامج تاهيلي للتعافي من الاصابه. الاهلي دوت كوم كمان قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده باتريس كارتيرون استقر على قيد 23 لاعب في قائمه الاهلي الافريقيه واللي هيبدا منافساتها ان شاء الله وهتبدا منافساتها في منتصف شهر ديسمبر الجاي ان شاء الله ضمن مباريات دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني للنادي الاهلي بيواصل جلسات ومشاورات للاستقرار على الاسامي اللي من المقرر ان هي يتم ارسالها للاتحاد الافريقي لكره القدم في ميعاد اقصاه يوم الخميس اللي جاي. بتنص لائحة البطولة الأفريقية على أن تبدأ فترة القيد من 20 أكتوبر ويقدر أي فريق أن هو يعدل في القائمة دي لحد يوم 1 نوفمبر والقائمة هتكون نهائية بعد كده بعد التاريخ ده ويمكن إضافة لاعبين من يوم 2 نوفمبر لحد يوم 15 نوفمبر على أن يحق للاعب المضاف المشاركة بدايتها من دور ال 32. فترة القيد الثانية بتبدأ للفريق
الأول الفرق اللي سجلت أقل من 30 لاعب قبل أسبوعين من بداية دوري المجموعات ولحد يوم 31 يناير، وهيكتمل كل فريق أو هيكمل كل فريق قائمته لحد أقصى 30 لاعب، شرط أن يكون قائمته الإضافية لا تتجاوز 7 لاعبين جدد. كمان المصري اليوم قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي هيعمل اجتماع مع صالح جمعة لاعب الفريق العائد من رحلة إعارة في الدوري السعودي قبل بدء اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام اللي جاية تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق في يناير اللي جاي. وكان الجهاز الفني منح صالح جمعة أجازة طويلة الفترة اللي فاتت، خصوصا ان هو رجع من السعودية بعد إغلاق القيد المحلي. كمان في الجول قال ان محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي شدد ان وليد ازارو مهاجم الفريق الاحمر لم يتلقى اي عروض خارجيه للرحيل عن صفوف النادي الاهلي. يوسف كمان قال لا يوجد اي عروض احتراف لازارو وما يتردد حول رحيله في الانتقالات الشتويه المقبله او في نهايه الموسم غير صحيح على الاطلاق. وقال كمان ان عقد ازارو معانا ممتد لموسمين ونص واحنا متمسكين جدا بيه، هو احد العناصر الهامه للفريق ومن غير المنطقي التفريط في الركائز الأساسية للفريق. كمان شروق قال أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي هيوصل القاهرة خلال الساعات اللي جاية بعد ما سافر لتونس عشان يقضي عدة أيام خلال فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق. معلول هينضم للتدريبات الجماعية للفريق يوم الأربع الصبح، وهيواصل اللاعب أداء فقرات برنامجه التأهيلي من الإصابة واللي لحقت به في وقت سابق بتمزق في العضلة الضمة، غاب بسببها طبعا عن التدريبات الجماعية خلال الفترة اللي فاتت. وكان اللاعب تواصل مع الجهاز الطبي للتأكيد على قيامه بأداء تدريبات العلاجية بشكل منتظم خلال فترة الراحة وهو في تونس من أجل العودة مع أقرب وقت لتدريباته بصورة طبيعية. نروح لليوم السابع اللي قال ان دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان محمد هاني ظهير ايمن الفريق اجرى اشعه للاطمئنان على اصابته واللي تعرض ليها في مباراه الترجي التونسي الاخيره في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. وقال كمان ان اللاعب بيعاني من الاصابه بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وقال ان اللاعب هيغيب عن التدريبات الجماعيه لفتره بتتراوح ما بين اسبوعين لثلاث اسابيع. وكمان اكد طبيب الفريق ان هشام محمد لاعب الفريق محتاج لاسبوع على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية عشان يتعافى من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية. وقال كمان أن اللاعب بيسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي وهيبدأ بكرة يوم الأربعاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا لفقره اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. وهنبتدي بالعناوين. بوابه الاهرام اتحاد الكره يوضح حقيقه الغاء السوبر المصري. جريده المصري اليوم ازمه الرجل الثاني تتصاعد داخل المنتخب، اجيري يمنح رمزي فرصه اخيره لحسم موقفه بعد مواجهه تونس. اليوم السابع تدريبات صباحيه للمنتخب في النادي الصحي بمشاركه صلاح والنني. الاهرام المسائي اجيري يحسن تشكيل الفراعنه، المكسيكي يلعب بثلاث مهاجمين والحراسه محل جدل. سوبر كوره اتحاد الكوره يعلن اسعار تذاكر مواجهه تونس. الوفد 10,000 دعوة لمباراة مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا. الفجر الغيطة جلسة مع محمد صلاح لبحث أزمة الصورة المثيرة للجدل. فيتو المنتخب الأولمبي يؤدي ميرانو باستاد القاهرة استعدادا لوديتي تونس والجزائر. جريدة المساء الغضب يجتاح دكة البدلاء في الزمالك، اللاعبون يعلنون يا نلعب يا نرحل.
الأهرام المسائي: مجلس الإسماعيلي يرفض الاستقالة. عثمان يطالب الأعضاء بالصمود ليناير. جريدة المسا: طولان يستقيل من تدريبات الاتحاد. الوطن سبورت: علي غزال يظهر في تدريبات وادي دجلة. جريدة الأخبار: صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ويثير الجدل بصورة على الفيسبوك. الشروق: صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في العام. جريدة الوطن: صلاح يناطح الكبار للدخول في المربع الذهبي لهدف العام 2018. جريدة الشروق: صحف تركية: تريزيجي بطل فيلم قاسم باشا لهذا الموسم. سكاي نيوز: ميسي الليغا الآن أجمل من أي وقت مضى. آس الأسبانية: زلزال ريال بيتيس يكشف خلاف ساخن بين فالفيردي وبيكي. سبورت 360: الاتحاد الإنجليزي يدرس تقليص عدد اللاعبين الأجانب. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم، وهنبتدي مع بوابه الاهرام اللي قالت ان عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره كشف حقيقه الغاء السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك في ظل ضغط المباريات بشكل كبير وازدحام الجدول، وقال كمان ان فكره الغاء السوبر بترجع لمجلس اداره اتحاد الكوره. عامر حسين كمان قال انه لم يفكر في الامر ويسعى لتوفير موعد للمباراه، وقال كمان ان قبل انطلاق الموسم كان في اجتماع مع رؤساء الانديه لتوضيح الصوره وعرض فكره اقامه الدوري من دور واحد او من مجموعتين لتفادي الازمه الحاليه في مواعيد المباريات، لكن الانديه هي اللي رفضت. كمان اليوم السابع قال ان ادى لعيبه منتخب مصر تدريبات لمده ساعه ونص جوه صاله الجيم في فندق الاقامه استعدادا لمباراه تونس المقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون. وشارك في التمرين كل لعيبه المنتخب وعلى راسهم محمد صلاح ومحمد النني وسام مرسي واللي وصلوا خلال الساعات الاخيره. كمان سوبر كورة قال ان حدد مجلس ادارة اتحاد الكورة مبلغ 60,000 جنيه سعر للتذكرة الموحدة لمباراة منتخب مصر وتونس، وكمان تحدد مبلغ 150 جنيه سعر تذكرة الدرجة الاولى يسار، وبدأ الساعة 10 الصبح النهاردة ختم التذاكر. كمان الوفد قال ان كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة انه تم تحديد 10,000 دعوة لمباراة مصر وتونس. قال عامر حسين ان الامن وافق على حضور 50,000 مشجع للمباراة عبارة عن 40,000 تذكرة و10,000 دعوة، وقال كمان ان التذاكر هيتم طرحها للبيع خلال ساعات قليلة. الفجر كمان قالت ان اكد ايهاب لهيطة انه هيتم عقد جلسه مع محمد صلاح النهارده بعد وصوله لمعسكر المنتخب متاخر لمعرفه تفاصيل الصوره اللي نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر واللي تسببت في حاله من الجدل. كان محمد صلاح قد نشر صوره امس قد اثارت الجدل في الوسط الرياضي بعد الصوره. مش فاهمه الاجتماع هيتقال فيه ايه، يعني انت لبست التيشيرت ده ليه ولا التيشيرت ده مكتوب عليه ايه؟ ما علينا. المهم كمان الشروق قالت ان حصد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الانجليزي جائزه افضل لاعب لعام 2018 الجاري، وده بعد مستواه المتميز في ريتس خلال الموسم الماضي والجاري، ومنحت منظمه نورث ويست فوتبول البريطانيه جائزه افضل لاعب في العام لمحمد صلاح، وده في الحفل اللي اقيم في الساعات الاولى من صباح اليوم يوم الثلاث واللي بتغيب عنه او تغيب عنه محمد صلاح بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني. طيب الطبيعي بقى ان احنا نسمع مثلا خبر ان اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره والعاملين في اداره المنتخب هيقعدوا مع محمد صلاح عشان يهنوه على الجائزه اللي اخذها، مش عشان يسالوه انت لبست التيشيرت ده ليه. بصراحه في اخبار فعلا بتكون مستفزه للاعب، يعني ايه التيشيرت والاثار جدل بتيشيرت، ايه الكلام ده؟ نروح للوطن سبورت واللي قالت ان كمان ظهر علي غزال لاعب وسط منتخبنا الوطني الاول وفانكوفر وايت كابس الكندي في تدريبات وادي دجله بعد نهايه الدوري الامريكي. قال علي غزال ان الدوري الامريكي انتهى منذ اسبوعين، وعشان كده فضلت اني ارجع لمصر عشان اتدرب لحد ميعاد معسكر المنتخب، وقال كمان دجله بيتي، تربيتي كانت هنا وانا من ناشئين النادي. سكا
سكاي نيوز كمان قال ان علق لينال ميسي نجم برشلونه لما حصل على جائزه افضل هداف للمره الخامسه في تسجيله ل 34 هدف في موسم 2017-2018 ان النسخه الحاليه اشد تنافسا من اي وقت تاني، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه له. كمان قال النجم الارجنتيني خلال تسلمه للجائزه اللي نظمتها صحيفه ماركا الرياضيه في مدينه برشلونه ان اي فريق يقدر ان هو يهزم اي فريق تاني، وده امر كويس جدا بالنسبه للليجا وللمتفرجين او المشجعين في الليجا، وبيامل ان تستمر المنافسات على هذا النحو. كمان أعث الأسبانية قالت أن في تقارير صحفية أسبانية أشارت لوجود خلاف ما بين المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني فيردي والمدافع جيرارد بيكي، واللي ظهر بعصيان بيكي أوامر مدربه في خسارة برشلونة الأخيرة أمام فريق ريال بيتيس بنتيجة 4-3، والتقطت كاميرات برنامج ألدية تسويس اللي بيذاع على قنوات موبي ستار الأسبانية أثناء مباراة برشلونة وريال بيتيس الأخيرة في الليجا مناقشة جدلية ما بين المدافع بيكي ومدربه فالفيردي. وأظهرت كمان كاميرات البرنامج أن بيكي القائد الثالث للبلوغرانا أعطى تعليمات لزمايله بأن يتراجعوا قليلا في الدفاع حتى يتمكن هو من الاندفاع في الهجوم لالتقاط أي كرة عالية يمكنه توقعها بهدفه تعديل للنتيجة. وقال كمان أن المدرب فالفيردي أثناء اللقاء من داخل الأرض أنه سيبقى إيفان راكيتيتش قليلا في الخلف وسأنطلق للهجوم، ومن ثم انطلق بيكي للهجوم. كمان موقع سبورت 360 قال ان بينوي اتحاد الكره الانجليزي مناقشه فكره تقليص عدد المحترفين الاجانب في الدوري المحلي ل 12 لاعب بدل من 17 لاعب، مع العلم ان في 13 فريق بيملكوا اكثر من 12 لاعب غير منحدر من المملكه المتحده في الموسم الحالي. وذكرت تقارير ان الاتحاد الانجليزي بيدرس تقليص عدد اللعيبه الاجانب المحترفين في انديه الدوري الدرجه الاولى من 17 ل 12 لاعب، وده في ظل السعي وراء زيادة عدد العناصر المحلية. وكمان قالت التقارير أن الاتحاد الإنجليزي عنده رغبة في أن يتكون نصف الفرق من لاعبين محليين نظرا لاقتراب تطبيق إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. طيب دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل وبعد كده نرجع ونكمل فقراتنا في كلام في الميديا، ونرجع بالتحديد على فقرة السوشيال ميديا ونشوف آخر اللي حصل في السوشيال ميديا اللي بتخص المستطيل الأخضر. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل لفقره السوشيال ميديا وهنبتدي مع صفحه في الجول على تويتر اللي نشرت فيديو لمحمد صلاح وسام مرسي وكتبت: محمد صلاح غلب سام مرسي في الشطرنج، مين بوبي فيشر ناو؟ هارد لوك يا سام مرسي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. اوكي اي ام بلاي ذس وان ويت كمان نشر احمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف اولمبياكوس اليوناني صوره من الانستغرام على صوره على الانستغرام عنده، كتب: خالص التعازي والمواساه لاسره المشجع الذي فقد حياته بالامس في مدرجات ملعب كارياسكاكيس. كمان احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد طفلته ونشر صوره لاولاده على تويتر وكتب: عيد ميلاد سعيد ايتها الاميره العزيزه، سنه واحده رائعه بحبك. كمان نشر سيرخيو أغويرو نجم مان سيتي على الانستغرام صوره مكتوبه عليها: من 10 سنين جاء هذا الصبي ولي الالتقاط صوره معي، أو طلب التقاط صورة معي، واليوم هو أفضل لاعب في الصين وحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الصيني، وحرص أغويرو أنه يقدم التهنئة للاعب الصيني. كمان نشر أشلي يونغ لاعب المان يونايتد صورة على تويتر بعد هزيمة الديربي من مان سيتي وكتب: نهاية مخيبة للأمال حقا، الأسبوع من المباريات الصعبة خارج أرضنا ونحن نعلم ما تعني هزيمة أمس لمشجعينا، ونطمنهم أنه خلال العطلة الدولية سوف نقوم بكل شيء من أجل حصد الثلاث نقاط في المرة القادمة في الأولد ترافورد. كمان هاري كين نشر فيديو على الانستغرام وهو بيلعب جولف، وإيه تعالوا نشوف.
كابتن. Well done, son. كمان نشر أنتونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة على تويتر وكتب مساهم في إجراء عمليات جراحية ل 11 طفل في كنيمة في سيراليون. الأطفال بيعانوا من الشفة المشقوقة والحروق أو التشوهات. الوجوه السعيدة للأطفال بعد الشفاء زي كادازو اللي في الصورة زي اللي انتم شايفينها دي قدامكم هي أكبر هدية. كمان نشر أندري إنييستا صورة لي مع عيلته على الانستغرام في اليابان وكتب جولة في اليابان مع أفضل رفقة. نشرت صفحة برشلونة على تويتر فيديو لنجم ليونيل ميسي أثناء تسليمه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني أو الليغا الأسبانية وهداف الليغا في الموسم الماضي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. وكمان نشر أرتور فيدال لاعب برشلونة الأسباني صورة على تويتر وكتب مع أخويا الصغير المهاجم كاستيلو إلى تشيلي. كمان نشر نيلسون سيميرو لاعب برشلونه صوره على تويتر مع بنته كتب اميرتي الصغيره او ميلاتو برنسس. كمان كريم بنزيما لاعب ريال مدريد فنشر صوره على تويتر وكتب 10 مواسم و202 هدف وما زالت النهايه بعيده. كمان او اخيرا كتبت صفحه الفيفا على تويتر زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم الاي جالكسي تفوق على وان روني وفاز بنسبه 36.36 في التصويت على جائزه افضل لاعب جدير في الدوري الامريكي لعام 2018. فاصل دلوقتي ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. منورنا. نورك يا شيما. انا ببارك لك طبعا على البرنامج. معلش انا اسف انها متاخره شويه. انت جيت متاخر فعلا. انا ببارك لك وطبعا انا ببقى مبسوط معاكي انت قبل ما تكوني مذيعه شاطره فانت صديقه عزيزه يعني انا بتشرف دايما ان انا اكون معاكي. الف مبروك وطبعا يعني حاجه كويسه جدا ان انت طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. بشكرك جدا يا امير. وعايزين طبعا نبتدي النهارده حلقتنا بالكلام عن المشكله او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان هي كارثه او احزان او يعني الحاله النفسيه او المعنويه الصعبه اللي بيعيشوها دلوقتي جماهير النادي الاهلي بعد خسارتنا للقب دوري ابطال افريقيا في النهائي في رودس. شايف في المباراه دي كانت ازاي؟ يعني منطقي جدا ان جمهور النادي الاهلي يبقى متضايق حتى لو الفريق وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هي البطوله الاكبر في افريقيا، لكن طبعا جماهير النادي الاهلي متعوده دايما على التتويج، متعوده دايما ان الفريق ما يخسرش مباراتين نهائيتين ورا بعض. يمكن ده اللي زاد صعوبه تقبل الموضوع ان النادي الاهلي كان كسبان في الذهاب 3-1 قليل جدا لما نشوف النادي يمكن الأهلي. عكس الموسم اللي فات كانت املنا بالتتويج برضه يعني يمكن 50-50، لكن الموسم ده كان عندنا امل كبير جدا بالزبط. ان احنا نرجع بالكاس. والحقيقه كمان ان بطوله السنه اللي فاتت كانت صعبه، اصعب من البطوله. صحيح. علشان نكون حقانيين في التقييم فبطوله السنه دي فعليا ساعد الاهلي بشكل كبير رغم ان قائمته مش احسن قائمه، قائمه السنه اللي فاتت كانت افضل بكتير، كانت اقوى بكتير، كان الفريق مستقر فنيا بشكل كبير. لكن السنه دي رغم ان قائمه الفريق اقل لكن طريق الاهلي للنهائي كان اسهل. يعني الاهلي برضو ما قابلش فرق كبيره لحد ما وصل للنهائي. كان الفريق محظوظ بان فرق زي الترجي وزي صن داونز خرجت، زي الوداد وزي صن داونز خرجت مبكرا. حتى الترجي اللي هو فاز بالبطوله مش في احسن حالاته. صحيح. شفنا النادي الاهلي بيقدر ان هو يهزمه في تونس في مرحله المجموعات. صحيح. فالنادي الاهلي الحقيقه كانت امال الجمهور كلها خلاص ان البطوله دي بتاعتنا، خصوصا ان زي ما قلت لك ان الجمهور مش متعود ان هو يخسر بطولتين ورا بعض، دي تقيله قوي. السنه اللي فاتت كمان كان الاهلي متعادل 1-1 في برج العرب اللي هي مباراه الذهاب، فطبعا كنا رايحين الماتش الثاني بتاع الوداد الناس برضو مش عندها ثقه كبيره في ان الاهلي يقدر يحقق عوده في يعني في ماتش صعب. عكس اللي احنا فيه ده كان المباراه منتهيه 3-1 فالموضوع كان بالنسبه لنا المفروض او احنا كنا حاسين ان هو يكون اسهل. ده بقى الجزء الثاني من زعل الجمهور ان الجمهور شاف الفريق بيكسب 3-1 في هنا في مصر، فخلاص انت النادي الاهلي شخصيا
شخصيه النادي الاهلي ما يخسرش تقدم زي ده، ما يخسرش فارق هدفين، خصوصا في ملعب زي رادس. الجمهور شاف ان الاهلي بيتوج فيه قبل كده، شاف الاهلي فاز فيه السنه دي. كانت النغمه السعيده ما بين جماهير النادي الاهلي لرادس، ده ملعبنا، كعبنا عالي في رادس، احنا الموضوع بالنسبه لنا سهل، احنا رايحين خلاص هنجيب البطوله ونرجع. لا ده انا كنت شايف ان هو بصراحه كلام اوفر شويه. بالعكس، انا يعني بشوف دايما ان الموضوع بيعتمد على شخصيه الفريق. صحيح. مش فكره ان انت الملعب سهل عليك، لان الاجيال بتختلف. صحيح، سبيشلي لو اتكلمنا عن 2013 ويعني الجيل غير الجيل، الفرقه غير الفرقه تماما يعني. مظبوط، يعني احنا بنتكلم مش من باقي منها غير اثنين مثلا او حاجه. بالظبط احنا بنتكلم في حسام عاشور، بنتكلم في احمد فتحي، بنتكلم في شريف اكرامي، اسماء قليله هي اللي شاركت في التتويج في 2012. صحيح. لكن هو ده بقى الاختلاف، هو ده اللي كانت الناس مفروض او الجمهور كان مفروض ان هو فاهمه كويس جدا، ان الاجيال بتختلف، شخصيه الفريق نفسها اختلفت عن شخصيه الفريق اللي توج في 2012. صحيح ان وقتها الاهلي كان برضو متعادل في مباراه الذهاب، وبعد كده قدر ان هو يحسم الفوز في رادس، لكن اللي زود يعني زعل الجمهور ان انت كسبان على ملعبك 3-1. مفروض ان حتى لو شخصيه الفريق مش هي نفس شخصيه الفريق، انت تقدر على الاقل تحافظ على التقدم ده، تحافظ عليه فنيا يعني. حتى لو شخصيه اللاعبين مختلفه، قائمه الفريق نفسها اقل من قائمه 2012، لكن على الاقل فنيا تدخلات المدير الفني تحافظ على تقدم الهدفين دول. لان حتى يعني لما بنتكلم في ان الترجي محتاج يكسب 2-0 مش 1-0، 1-0 على الاهلي دي برضه صعبه. مش حاجه سهله ان فريق يكسب الاهلي 1-0. او احنا كنا متوقعين كده يعني، بس على فكره ده الطبيعي. يمكن اكتر حاجه تعبت الجمهور ان هو كان باني امال كبيره قوي، وده دايما فاهم لما تحس ان انت يعني احساسك خذلك، او يعني هو ده الطبيعي ان هو يعني كان لازم يمشوا في مسيره فعلا، ونشوف دموعهم في مسيره ماشيه في الشوارع جماهير النادي الاهلي. يعني انا مقدره فعلا احساسهم بصراحه، واحساس يعني احساسهم بالزعل واللي حصل لهم ده، بس اكيد ما ينفعش نقف عند النقطه دي، لسه عندنا حاجات كتير قوي، لسه عندنا بطولات داخلين فيها، لسه عندنا محتاجين دعم الجمهور للفريق بنسبه كبيره جدا. يمكن هو الجمهور ده دايما بنقول عليه ان هو السند الاول واللاعب رقم واحد والسبب الاول والاخير في فوز وتحقيق البطولات. وبعدين حتى لو حصل وفعلا شفنا ايام مش حلوه مع النادي الاهلي وفي تشجيعنا للنادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي ده كان سبب فرحتنا لسنين كتير قوي فاتت. خلينا نكون متفقين ان انا متاكد ان جمهور الاهلي عمره ما هيتاخر عن دعم فريقه. دايما الجمهور الاهلي ورا فريقه، ما اظنش ان في حد من الجمهور دلوقتي عايز يهد الفريق او عايز ان هو ينال من الفريق في فتره الخساره. انا بشوف بالعكس في كتير جماهير جدا بتفهم اكتر بكتير من حتى كمان نقاط صحفيين او حتى مسؤولين في الاداره. جمهور الاهلي فعليا هو بيدور على مصلحه الفريق وبس، مش بيدور على مصالح شخصيه. في بعض الاحيان بيكون في انفعالات زايده بسبب الغضب، وده بيحصل لكل انواع البشر يعني في اي حته. بالزبط. ما بين حتى الاصحاب، ما بين العائلات، كل يعني في وقت الغضب يمكن الواحد بيكون منفعل بزياده، بس على طول بيرجع وبيهدى وبيعرف الصح من الغلط وبيعرف المفروض يعمل ايه. خصوصا لو شاف خطوات فعلا بتقول ان المستقبل مش هيبقى فيه نفس الاخطاء اللي بتحصل دلوقتي. صحيح. خلينا نعترف ان في اخطاء بتحصل دلوقتي، اخطاء يجب على اداره النادي الاهلي ان هي تتلافاها وان هي تتجاوزها علشان مستقبل الفريق يتحسن، سواء في المنافسه في الدوري السنه دي، في الكاس، في البطوله العربيه، او حتى في دوري ابطال افريقيا اللي خلاص هيبتدي الشهر الجاي. صحيح. لان النسخه دي انت عارفه النسخه يعني هتبتدي انتقاليه، فهتبتدي عادي في ديسمبر علشان بالظبط علشان تنتهي مع نهايه الدوريات في الصيف. فمفيش فرصه ان قائمه الفريق تتغير بشكل كامل. الاهلي هيضطر يبعت قائمه فيها 23 لاعب، وبعد كده يبتدي يضيف عليها بعد انتقالات يناير. فالموضوع مضغوط. صحيح. مش هيبقى في تغيير في شكل كبير، هيبقى التغيير على الأد، فلازم التدعيمات دي تكون فعلا مفيده للفريق، لازم يكون المدير الفني حاطط ايده كويس جدا على المراكز المحتاجه دعم، ولازم يكون عارف القصور اللي قابل الفريق في التتويج كان سببه ايه. صحيح. وقتها هيقدر فعلا ان هو يختار قائمته بشكل كويس، هيقدر ان هو يدعم فرقته بشكل كويس بمساعده طبعا الاداره، لان احنا عارفين ان دايما في الاهلي طلبات المدير الفني مجابه، علشان لما بعد كده يحصل حساب ليه بيبقى الحساب على قد
يعني خلاص انا اديت لك فطبيعي ان انا مستني منك نتائج. انما ما ينفعش تماما ان احنا نبرر بقى لمدير فني او نقول اصل هو ما تجابلوش اللي هو عايزه اصل هو جه اشتغل على قايمه مش من اختياره. لا مش ده الطبيعي يحصل. لا انت وفر للمدير الفني وفر للجهاز الفني كل احتياجاته. لو عايز يغير افراد في الجهاز الفني استمع ليه واستمع لرغباته، عايز يضيف صفقات جديده استمع ليه واستمع لرغباته، وبعد ما تلبي له كل الطلبات دي تقدر وقتها تحاسبه فنيا، تقدر تقول له ان انت ادائك الفني ما كانش كويس، تقدر تقول له ليه انت خسرت الماتش ده. انما حاليا دلوقتي انا اللي انا بشوفه بصراحه مبررات، والمبررات دي اكيد غير مرضيه لجمهور النادي الاهلي. طب لو رجعنا للمباراه دي، مباراه الاهلي والترجي التونسي في رودس يوم الجمعه اللي فاتت للاسف انتهت بخساره النادي الاهلي بثلاث اهداف لا شيء، وطبعا تم اقصائه من البطوله او توج بلقب الوصيف في بطوله دوري ابطال افريقيا. اسباب الهزيمه او اسباب الاداء اللي شفنا بيه لعيبه النادي الاهلي، هل شايف ان كان في لعيبه مقصره ولا المدير الفني باتريس كارتيرون ما قدرش ان هو يقرا اللقاء بشكل صحيح؟ احنا علشان نقول ان فريق خسر بره ملعبه 3-0 بعد ما كان كسبان في زاد 3-1 اكيد اللوم الاول هيتوجه للمدير الفني ان انت ما عرفتش تحافظ على التقدم بتاعك. انت نفس الفرقه دي كسبتها على ملعبك 3-1 فبالتالي هي ما حصلش يعني الطفره الكبيره اللي تخليها تكسبك 3-0 بعدها باسبوع. في نفس الوقت احنا ما شفناش النادي الاهلي اصلا قدم اي حاجه في الملعب علشان نكون متفقين. مش منطقي تماما ان النادي الاهلي بشخصيته الكبيره، النادي الاهلي بخوف كل منافسيه منه، بالرهبه اللي بيدخلها لاعبيه في نفوس المنافسين في الملعب، ان هو يبقى اول تسديده ليه في الدقيقه 91 مش منطقي تماما. انت صحيح. يعني ما فيش اي ملامح هجوميه للاهلي في المباراه، يعني حاجه غريبه. اظن الترجي مش افضل فريق، يعني مش اقوى فريق. الاهلي فاز على الترجي وهو اقوى من يعني انا بشوف. خليني اسالك في المباراه هنا، في مباراه الذهاب هنا في برج العرب، شفت مين فنيا اعلى؟ الاهلي طبعا، لان الاهلي فده كان غير منطقي. الاهلي حتى في مرحله المجموعات يا شيما اتعادل مع الترجي هنا، وبعد اقاله الكابتن حسام البدري وتولي باتريس كارتون المسؤوليه كسب الترجي في رادس. صحيح. نفس الفريق الترجي اقال مدربه قبل ماتشات السيمي فاينل، يعني الترجي بيمر بظروف سيئه جدا. احنا شفنا الترجي في مباراه بريميرو دو اغوستو في السيمي فاينل مش فريق قوي، بالعكس ده كان ممكن يكون بريميرو دو اغوستو استحق التاهل بالظبط. فالترجي ما كانش تماما المنافس المرعب. يعني بشوف الترجي السنه اللي فاتت مثلا كان اقوى بكتير، والسنه اللي فاتت الاهلي بعد ما تعادل 2-2 في برج العرب راح كسب في رادس 2-1. نسخه الترجي فعلا بتاعت السنه اللي فاتت كان كمان بيقودها فنيا مدرب كبير جدا في افريقيا هو فوزي البنزرتي. صحيح. لكن السنه دي احنا بنتكلم ان الترجي مش في احسن حالاته، فمش طبيعي تماما حتى لو الاهلي فنيا اقل قيمته اقل ان ده يحصل. الاهلي ما يخسرش اكيد 3-0 بعد ما كان كسبان 3 ده نتهيالي، يعني مش حاجه يعني ما تجيش في حسبان حد. صحيح. ابدا حاجه مش منطقيه. عايز اقول لك على حاجه لغايه اخر دقيقه ولا اكيد في حاجه هتحصل، الماتش مش هيخلص كده، فاهم؟ اللي هو ابتديت افكر انا بكره هعمل ايه، انا بكره هطلع اقول ايه. طب يا جماعه هو الاحساس اللي وصل لك ده والاحساس اللي وصل للجمهور ده جاي من شخصيه النادي الاهلي. ان شخصيه النادي الاهلي لا تتقبل ان صحيح. اول تسديده في المباراه تبقى في الدقيقه 91. ده معناها في اخطاء فنيه في المباراه، في لاعبين فعليا ما كانوش شايلين رجليهم في الملعب، يعني ما قدموش اي حاجه تذكر. هل الضغوطات النفسيه اللي اتحطت على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي قبل اللقاء كان ليها عامل مؤثر سلبا على الفريق؟ ما اظنش، لان احنا بنتكلم عن ولا حتى قرارات الكاف واتهامات الكاف اللي اتوجهت لباتريس كارتيرون يمكن قبل يوم واحد بس من اللقاء ان هو متواطئ مع وليد ازارو في طبعا الواقعه بتاعت قطع التيشيرت هنا على برج العرب. والله انا لو هلوم هنا هلوم اداره الاهلي ان 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 لو هنتكلم ان ده سبب ضغوط نفسيه على اللاعبين او على الجهاز الفني فاداره الاهلي ما اتحركتش لما الكاف اصدر بيانه ده. بعيدا عن عقوبه ازارو، انا بصراحه شايف ان عقوبه ازارو هي مستحقه. هو قام بفعل يعني في غياب للروح الرياضيه وخد عقابه، سواء بقى العقاب ده كان سببه بضغط تونسي، وانا مش شايف ان هو بسبب ضغط تونسي لا خالص، هو في كل الاحوال. طب انت شفت واقعه مماثله، شفت اتحاد او يعني منظومه بتوقف لاعب عشان قطع تيشيرت فيه؟ بصي انا هقول لك على حاجه، انا رايي الشخصي ان الكاف هو مثلا فلنفترض ان ده كان عشان يتحايل على الحكم عشان ياخد ضربه جزاء. طب نيمار في كاس العالم اللي كان كل ما حد يجي جنبه يقع، طب مش ده كان بيتحايل برضه على الحكام عشان ياخد ضربه جزاء؟ انا هقول لك، بصي مشكلتنا هنا مشكله الاتحاد الافريقي في الواقعه دي ان هو ما اصدرش حيثيات
وملابسات اتخاذ القرار. صحيح. يعني لما بنتكلم مثلا الاتحاد الانجليزي في ماتشاته في الدوري الانجليزي بيعاقب اللاعب اللي بيتحايل للحصول على ركله جزاء حتى لو ما حصلش عليها. يعني لو لاعب مثل عشان ياخد ضربه جزاء وما خدهاش بيتعاقب. فده ليه؟ لان لائحه عقوبات في الدوري الانجليزي محدده ده. فلما بيطلع القرار ما بنشوفش اي اعتراضات، ما بنشوفش نادي بيقول ان اللعيب بتاعه مظلوم او هنا في الكاف احنا ممكن انا وانت بنتفرج على الماتش فشايفين ان فعل ازارو ده لا ما يصحش ازارو ان انت تعمل كده، او مش منطقي ان لاعب يتحايل على الحكم ودي حاجه الناس بترفضها مثلا يعني. لكن الكاف نفسه لما جه اصدر العقوبه، هل انا دلوقتي كمشجع او كصحفي او كاعلامي ايا مكان، انا عايز اعرف ايه لائحه العقوبات في الكاف اللي بتقول ان التحايل او التصرف، خصوصا كمان ان هو فعلا اخذ ضربه جزاء وده ما كانش بناء على قطع التيشيرت، ده كان بعد الرجوع للفار. لا بعد الرجوع للفار فعليا، بس بعيدا حتى كمان يا شيما عن الحصول عن ركله جزاء، احنا بنتكلم دلوقتي ان الكاف خلاص عاقب، يعني احنا بنتكلم خلاص القرار صدر، انا محتاج اعرف ليه. بس برضو احنا محتاجين نعرف ليه، وبرضو مش الموضوع ما ينفعش يعدي كده مرور الكرام عشان ده ما نتعرضلوش مره ثانيه، ما يتعرضلوش مره ثانيه. بالعكس انا شايف، ان هو بقى خلاص احنا دلوقتي لو دي الواقعة الأولى اللي الكاف ياخد فيها القرار بالشكل ده، يبقى أنا مستني إن كل الواقعات الجاية سواء حصلت مع الأهلي أو حصلت مع أي أندية أخرى هيحصل نفس القرار. بس أنا دلوقتي أنا سؤالي لما الكاف أعلن عن القرار فين حيثيات القرار نفسه؟ يعني فين إن اللائحة رقم بتاعة العقوبات بتاعة الكاف البند رقم كذا بيقول إن في حالة قيام اللاعب بتصرف غير رياضي بيتم عقوبته مبارتين وغرامة؟ يعني فين البند ده؟ أنا كنت محتاج أعرفه. هل حسيت إن الكاف بينحاز للفريق التونسي؟ لا أنا ما شفتش كده. أنا زي ما قلت لك أنا بس كنت مستني من إدارة النادي الأهلي بيان الكاف الأخير. أنا بصراحة ما كنتش راضي عنه. تشريف إكرامي اتوقف ماتشين عشان قال اتكلم مع الناس بتوع الاسعافات الاوليه اللي جوه الملعب بطريقه غير لائقه. ده يعني انا شايفه لا الكاف متجني على النادي الاهلي في كذا حاجه. ما هو لو ده حصل فالطبيعي او المنطقي ان كان اداره الاهلي تتخذ على طول قرارات من شانها الحفاظ على حقوق النادي الاهلي. صحيح. سواء بقى باصدار بيانات بتدين الكاف او تدين تصرفات الكاف او تدين بيانات الكاف. يمكن أو موضوع شريف اكرامي ما كانش مؤثر بشكل كبير لان هو اصلا ما كانش يعني هيلعب في المباراه اللي بعديها، فيمكن ما تاثرناش قوي بغياب شريف اكرامي بسبب طبعا العقوبه اللي اتفرضت عليه الغريبه جدا طبعا اللي هو توقف ماتشين عشان ايه ما تكلمش كويس مع الاسعافات الاوليه او مع من يقوم بالاسعافات الاوليه في المباراه. دي حقوق نادي مالهاش علاقه اللاعب ده هيشارك ولا مش هيشارك. يعني لو إدارة النادي الأهلي أو مسؤولي النادي الأهلي شايفين إن شريف إكرامي لا يستحق العقاب، أو شريف إكرامي نفسه اتكلم مع مسؤولي النادي الأهلي وقال لهم إن هو شايف إن هو لا يستحق العقاب، فمن هنا كانت إدارة الأهلي يجب أن تتخذ قرارات تدافع عن حقوق اللاعب، سواء بقى اللاعب ده احتياطي أو اللاعب ده أساسي. نفس الحال برضو بالنسبة لأزارو، بيان الكاف بعيدا عن العقوبة، خلاص العقوبة تقبلناها خلاص، وإدارة الأهلي كانت شايفة إن أزارو قام بفعل غير لائق، فبيان الكاف كان لازم الرد عليه ما دام البيان ممكن يصيب اللاعبين بحالة إحباط. صحيح. طيب خلينا بقى نروح يعني اتكلمنا في الأسباب، خلينا بقى نروح للعلاج. إحنا سمعنا إن يوم الخميس اللي جاي هيكون في جلسة مهمة جدا واجتماعات مهمة جدا مع إدارة النادي الأهلي مع الجهاز الفني والإداري والطبي كمان. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب تقارير مفصلة عن كل لاعب من الجهاز الإداري والفني والطبي عشان عايز يعرف إيه المشاكل اللي موجودة في الفريق، وكمان وعد إن هيكون في إعادة هيكلة لمنظومة كرة القدم والفريق الأول بالأخص في النادي الأهلي، وده طبعا هنشوفه إن شاء الله بعد قرارات اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس اللي جاي. من وجهة نظرك أنت يا أمير، احنا محتاجين ايه النادي الاهلي لو هتكتب له روشته دلوقتي؟ احنا طالعين من وعكه صحيه وهتكتب لنا روشته، تقول النادي الاهلي المفروض يحصل فيه ايه وايه؟ تمام. انا شايف ان اول حاجه طبعا لازم جلسه الكابتن محمود الخطيب مع باتريس كارتروني المدير الفني. اكيد رئيس النادي الاهلي عايز يعرف ايه اللي حصل بالظبط في المباراه وايه اسباب الخساره. دي حاجه غير مقبوله للنادي الاهلي وغير مقبوله طبعا لجمهور النادي الاهلي. صحيح. فالطبيعي ان كابتن محمود الخطيب ان هو يطلب تقرير من باتريس كارتروني، دي خطوه مهمة جدا. وبناء على مطالب كارتيرون تبدأ إدارة النادي الأهلي أنها تتحرك. لو أنا
لو انا رايي الشخصي انا شايف ايه دلوقتي من قبل ما باتريس كارترون يطلب، انا شايف ان في قصور في حته تدريب الاحمال في النادي الاهلي. صحيح. احنا شايفين اصابات عضليه كتيره جدا بتحصل للاعبين هامين جدا في الفريق وبيغيبوا عن مراحل حاسمه. صحيح. للفريق. المشكله كمان في ايه يا شيما؟ ان احنا لسه في بدايه الموسم. يعني احنا بنتكلم ان الاهلي لسه ما لعبش مبارياته في الدوري، وفي مرحله هتشهد 8 مباريات في شهر واحد اللي هو شهر ديسمبر. صحيح. لما احنا بنتكلم ان بمجرد بس المشاركات الافريقيه كم المهول من الاصابات العضليه ده، يبقى اكيد بس برضه خليني اقول لك يا امير ان كنا بنلعب ماتش كل 3 ايام. تمام، بس 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 هو ده منطقي. يعني هو الطبيعي ان الاهلي بحجم مشاركاته الكبيره، لان احنا بنتكلم في بطل مصر. صحيح. بطل مصر ده بيلعب في دوري وفي كاس وفي دوري ابطال افريقيا، سيبك من البطوله العربيه حاليا دلوقتي. صحيح. سيبها على جنب لانها استثناء مش حاجه كنا معتادين ان الاهلي يلعب فيها، بس ده طبيعي، ده بيحصل كل سنه. فدلوقتي الطبيعي ان الاهلي لما يتعاقد مع مدرب احمال اجنبي ما يبقاش الكم ده من الاصابات، لان زي ما قلت لك ان في دلوقتي ماتشات في الدوري الضغط كبير الاهلي داخل عليها بكم الاصابات العضليه دي، في مشكلة. أكيد. في مشكلة في الجهاز الطبي في النادي الأهلي. فخلينا نكمل بقى. خلاص نكمل بعد الفاصل. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية كلامنا مع أمير عبد الحليم. رجعنا سريعا ولسه منورنا ضيفنا النهارده امير عبد الحليم مدير موقع او مدير تحرير موقع في الجول، منورنا. وعايزه بقى اسالك تاني او نرجع نتكلم تاني عن الروشته اللي هتكتبها للنادي الاهلي عشان نطلع بقى من الوعكه الصحيه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي بعد خسارتنا طبعا للقب التاسع في دوري ابطال افريقيا. اتكلمت عن مدرب الاحمال وقلت اكيد في مشكله بالزبط. بالنسبه لمدرب الاحمال، وده اكيد هيتناقش في مجلس او في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي يوم الخميس القادم اللي هيتم فيه اعاده هيكله قطاع الكوره. ايه تاني؟ بنتكلم كمان عن الجهاز الطبي. الجهاز الطبي دي حاجه مهمه جدا، لان احنا دلوقتي بنشوف ان في مشاكل بتواجه الاهلي بسبب كم الاصابات في الفريق. لو احنا بنقول ان قد يتحمل مدرب الاحمال اسباب المشاكل العضليه اللي بتواجه فريق الاهلي، فالحقيقه ان اللاعب بيبقى مده غيابه مثلا اسبوعين بتمتد لاربع اسابيع. بتبقى مشكله كبيره قوي. في ايه يا شيما؟ ان مثلا لو الاهلي مقرر له ان هو هيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا بعد اسبوعين، فبيبقى المدير الفني حاطط في حساباته ان اللاعب ده هيبقى متاح ليه بعد اسبوعين وهيشارك في المباراه، فبيفاجئ ان الجهاز الطبي بيقول له لا مش هيلحق. كتير قوي، ويمكن حتى كمان جمهور الاهلي دلوقتي بقى بيتعامل مع الاصابات ان هي اكيد اكيد انتم مخبيين علينا حاجه. يعني لما بيجي ده فعلا، يعني في دلوقتي جمهور الاهلي ما عندوش ثقه تماما في الجهاز الطبي بسبب الحالات المتكرره. الاصابات دايما بتضرب اللعيبه الاساسيه، الاعمده الاساسيه او الركائز الاساسيه أكبر في الفريق. اكبر مثال على كده احمد حجازي، علي معلول، ناس كتير قوي، لعيبه كتير قوي مهمه جدا في النادي الاهلي. احمد حجازي يا شيما مشي من النادي الاهلي في فتره هو كان بيتصفيها كل شويه. بالظبط. بيلعب ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب. يعني مع ويست بروميتش موسم ونصف لحد دلوقتي لعب كل الماتشات ما شاء الله. يعني احمد حجازي السنه اللي فاتت كان من اللاعبين القلائل جدا في الدوري الانجليزي اللي شارك في كل المباريات. دي احصائيه يعني مرعبه بالنسبه لاحمد حجازي اللي بيلعب في الاهلي. فمن هنا بيجي مرحله ان جمهور الاهلي غير واثق في الجهاز الطبي وبيحس ان في مشكله. والحقيقه انا حسيت من تصريحات باتريس كارترون واجتماعاته مع الاجهزه الطبيه ومع مدرب الاحمال الفتره اللي فاتت ان هو فعلا عنده بعض الملاحظات على ادائهم وابتدى ينقل لهم ده. فمن الواضح او انا اعتقد ان باتريس كارترون اكيد هيتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في جلسته بكره ان شاء الله عن الجزئين دول. اكيد باتريس كارترون هيقدم للكابتن محمود الخطيب بعض الاسماء اللي هو بيرشحها للانضمام للفريق في يناير. صحيح. طب احنا عايزين برضو نتكلم سريعا عن القائمه الافريقيه اللي هتتبعت يوم الخميس اللي جاي. شايف مين اللي المفروض يكون في لا هو كده ولا كده؟ احنا بنتكلم ان دي حاجه لازم الاهلي يعني يبعتها، لانها هيضطر الاهلي ان هو هيشارك طبعا من دور ال 32، لان هو لو كان كسب النهائي كان هيلعب من دور ال 16 يعني مرحله المجموعات، لكن الاهلي دلوقتي مجبر ان هو يبتدي في ديسمبر على طول. بالظبط. فغالبا هتبقى تقريبا نفس قوام الفريق، وهيبعت طبعا قائمه فيها 23 لاعب، وبعد كده هيبقى يحق له ان هو يزود بالظبط 7 لعيبه بعد كده. الفكره كلها ان الاهلي هيدعم صفوفه ازاي في يناير، وهو ده السؤال المهم. بالظبط. فعشان كده بقول لك مراكز محتاجه تدعيم، والتدعيمات دي هتكون لعيبه اجانب مراكز ولا هتكون لعيبه محليين؟ مراكز كتيره قوي يا شيما محتاجه تدعيم. وكمان طب مركز تقول لي
يعني احنا بنتكلم عن الدفاع. بنتكلم عن الدفاع. الدفاع اكيد مع عدم وضوح لحد دلوقتي موقف كابتن رامي ربيعه من العوده. انا بصراحه مش شايف هل عدم رجوع رامي ربيعه لحد دلوقتي ده بترجع اسبابه لايه؟ ما هي دي بقى برضو مشاكل في الجهاز الطبي. بالظبط بالظبط. مشاكل الجهاز الطبي بتخلينا مش عارف انت اصلا اللاعب مشكلته ايه. يعني رامي اتصاب مفروض ان هو كان عادل التدريبات من فتره ويتقال ان هو خلاص على بعد اسبوعين من المشاركه. لحد دلوقتي رامي مش واضح موعد عودته بالظبط تحديدا. بالظبط. اصل اخر ماتش لعبه فعليا كان في يناير 2017 او 2018. انا اسف يناير 2018 احنا بنتكلم دلوقتي شهر 11 10 شهور. 10 شهور فتره غياب كبير. ده غير ان ربيعه اصلا كان بيتصاب وبيرجع يعني اموره مش واضحه لان صحيح. هو كذا مره بي 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 بياخد فتره علاج ويقولوا ان دي خلاص النهايه. يعني ترشح مين يكون موجود في مركز الدفاع او يتعاقدوا مع يناير القادم؟ للاسف الاسماء في الدوري المصري حاليا مش قوية كفاية. ودي مشكلة كبيرة. كمان انت لما بتروح حاليا تتكلم مع نادي طبيعي جدا انه هيطلب منك ارقام كبيرة جدا لانه عارف ان النادي الاهلي حاليا محتاجه وانه مجبر ان هو يشتري وانه مجبر ان هو يعزز صفوفه لان المنافسة في الدوري هتبقى صعبة جدا. صحيح. بالقائمة الحالية. الاسماء في الدوري المصري مش بصراحة يعني ما تسألش الارقام اللي بتطلب فيها بس. صحيح. انت مجبر تشتري للاسف لان انت خلاص خصوصا كمان مع ارتفاع معدل سن المدافعين في الدوري المصري. اكيد احنا بنتكلم ان الاهلي بيتكلم عن رامي صبري مثلا مدافع انبي بقاله حوالي موسم ورامي يعني طبعا هو مدافع كويس جدا ويعني قدم مستويات كبيره في فترات كتيره لكن في النهايه هو مدافع كبير في السن مش صغير هيفيدك لفترات طويله. بنتكلم برضو ان حتى كمان انا لحد دلوقتي مش عارف ايه مشكله سعد سمير في انه يكتسب الثقه لان خلاص هو عدى مرحله اللاعب الناشئ. انا بصراحه برضو مش شايف ان سليف كوليبالي اضافه قوي. يعني بنتكلم ان الاهلي المفروض يبقى عنده 4 اجانب سوبر. صحيح. فانا مش شايف ان سليف كوليبالي المركز اللي تضيع عليه لعيب اجنبي. يعني حتى لو هو كويس يعني انا يعني عندي بعض التحفظات عليه يعني بس حتى لو هو كويس فانا ما اعتقدش ان هو الحاجه اللي تخليك تضحي بلاعب اجنبي يعني. صحيح. طيب بص انا كان نفسي يعني امشي معاك بكل المراكز ونخش على وسط الملعب لغايه ما نوصل لحارس المرمى بس للاسف ما فيش عندي وقت. بس انا عايز اخد منك تعليقك سريعا على موضوع محمد صلاح والتيشيرت وقال هيحصل جلسه ما بين ايهاب الهيطة مدير المنتخب مع محمد صلاح عشان يقول له انت ايه اللي لبسك التيشيرت الحلوه دي. طيب بصي انا ممكن اقول لك رايي الشخصي وممكن نتكلم بقى في الراي الرسمي. الراي الرسمي ما فيش اكيد حد في الدنيا بما فيه منتخب مصر يقدر يروح يقول للعيب انت لابس التيشيرت ده ليه. يعني دي حراشه. هو الخبر اصلا مستفز. بالظبط. يعني فانا بصراحه مش بلاعها يعني. مش متخيل ان ممكن مدير منتخب مصر او مدير الفني منتخب مصر يقعد مع محمد صلاح عشان يقول له ايه التيشيرت اللي انت لابسها دي. حريه شخصيه. ده الرسمي. ده الرسمي اللي المفروض هيحصل في اي فريق او منتخب في العالم. رايي الشخصي ان محمد صلاح يعني فاتته دي. مش لا يعني دي ممكن تكون مش عارف يعني دلوقتي احنا بنتكلم ان محمد صلاح قيمه كبيره فاي صوره هو بينزلها هو فعليا الصوره دي بتتعامل معاها معامله البراند. ان انت بتسوق لمنتج معين. والطبيعي ان محمد صلاح خلاص ادرك اهميته بالنسبه مش هقول الكره المصريه الكره العالميه. فلما بينزل صورته اكيد بتيشيرته وعارف الناس هتروح جايبه التيشيرت ده وتفصصه وجايبه باتنين وجايبه بكام وده طبيعي مش في مصر بس ده في العالم. صحيح. كله. فهي رايي الشخصي انا لا محمد صلاح ما كانش المفروض ينزل الصوره دي. انا بالنسبه لي براحته يعمل اللي عايزه. بشكرك جدا امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول نورتنا النهارده. شكراً. اكيد في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي واتمنى اكيد ان احنا نتقابل قريب جدا. يشرفني طبعا. حلقه جديده من كلام في الميديا. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه. اشوفكم بكره الساعه 5 في حلقه جديده. يوم سعيد عليكم.